تفاصيل اكتر معانا على التليفون الدكتور محمد غريب استاذ بحوث الشمس عشان يوضح لنا كل حاجه عن الموضوع ده. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك ايه هي العواصف الشمسيه دي وتاثيرها، وفعلا هل بتؤدي لانقطاع الانترنت؟ لان طبعا الكلام كتير جدا على السوشيال ميديا والمواقع، فاحنا عايزين التاكيد بالظبط. حضرتك احنا بالنسبة للشمس في دورات للنشاط الشمسي بتحدث كل تكرر يعني، واحنا في الدورة 25 رقم 25. الدورة الرقم 25 بدأت في ديسمبر 2019، والدورة كل دورة بتقعد 11 سنة. بتبدأ في الثلاث أربع سنين الأولانيين، وعلى الأربع سنين الأولانيين كويت صن يعني شمس هادئة، ما فيش بقعة شمسية أو بقعة شمسية بسيطة، المجال المغناطيسي بتاعها بسيط، فما بيبقاش ليها تأثير. بعد كده الثلاث أربع سنين بعديها، أربع سنين كده بيبقى في نشاط شمسي بنسميه الأكتف صن، اللي هي الشمس النشطة اللي احنا فيها دلوقتي، بدأت سنة 2024 وهتستمر معانا سنة 2025. بتبقى فيها زيادة للبقعة الشمسية، زيادة في المجال المغناطيسي للبقعة الشمسية، بينتج عنها انفجارات شمسية، يعني بيطلع من الشمس الكترونات وشحنات مشحونة وكتل إكليلية، وممكن يسحبها هذه الانفجارات طاقة عالية، لو وصلت للأرض بتحصل بيوصل بتزود الطيف الكهرومغناطيسي، فأشعة إكس والأشعة فوق البنفسجية بتزيد، وبتوصل لو تبقى في منطقة اليونوسفير فبيحصل شوشرة كده أو لخبطة في منطقة اليونوسفير، فعشان كده حتى الاتصالات اللاسلكية بتحصل فيها لخبطة، حتى لو بتفتح الراديو في الصبح كده في الوقت الصغيرة كده ولا حاجة بتلاقي غلوشه كده في الراديو. برضه ممكن تاثر على الاقمار الصناعيه، الشحنات دي لما توصل بتسخن المناطق المحيطه بالقمر الصناعي، وبتاثر على الاقمار الصناعيه في القمر الصناعي، وبيبقى بالاتصال بالقمر الصناعي فبيخرج عن مداره، ممكن القمر الصناعي ينتهي. طيب وبالتالي يا دكتور لو الاشياء دي سقطت في وجود طيارة، ممكن بنفس الكلام يحصل في أجهزة الطائرة، يحصلها فشل أو يفقد الاتصال بالمحطات الأرضية والتوجيه، فممكن الطيارة تختفي من دمار الرادار بغضب. عظيم جدا دكتور. حضرتك اتكلمت على تأثير الانفجارات الشمسية على الأقمار الاصطناعية، وبالتالي احنا مثلا عندنا في مصر وفي المنطقة يعني احنا بنعتمد على الانترنت، سواء الكيبلز اللي هي في الأرض أو تحت البحر، احنا لا نعتمد على الأقمار الاصطناعية في الانترنت. أعتقد ان ده مش هيكون ليه تأثير عندنا احنا فيما لا وصله بالانترنت. انا فاهم صح؟ تمام تمام كده. الكلام اللي بيتقال انه هيتقطع الانترنت اسابيع والكلام ده غير عادي، عادي تماما من الصح. عظيم جدا. لان هو ملوش تاثير على لان حضرتك زي ما قلت الاتصالات عن طريق الانترنت عن طريق كابلات الياف ضوئيه بتبقى في البحر وعلى في اليابسه تحت الارض، فما لهاش تاثير. لكن هي الانفجارات الشمسيه ليها تاثير زي ما قلنا على الاقمار الصناعيه، على خطوط الضغط العالي اللي هي الكهرباء، ممكن برضه تزود اللود او الحمل على التيار الكهربي، فالمحطه الكهربيه يحصل لها فشل يعني. فشل او كده. طيب يعني دكتور عظيم جدا. والإضافة كمان حضرتك احنا في خطوط العرض المتوسطه 30 ل 40 ده سؤال يا دكتور، ايه هي الدول اللي ممكن تتاثر بهذه العاصفه؟ ايوه الدول اللي ممكن تتاثر اللي هو في خطوط العرض العاليه اللي فوق ال 60 وفوق ال 50 زي كندا، الدول الاسكندنافيه، السويد، النرويج، المناطق في الولايات المتحده الامريكيه.
لكن احنا في المنطقه الشرق الاوسط في مامن من الانفجارات الشمسيه. طب كويس. لكن هي فعلا في يوم 11 و10 و11 مايو كانت حاجه ملفتة للنظر ان حصلت في الجزائر والمغرب ظاهره الايرورا اللي هو بيتصاحب برضه الانفجارات الشمسيه. الانفجارات الشمسيه الشحنات الكهربائيه ممكن تعدي من خطوط باب الن المجال المنتصف الارضي وتوصل الاقطاب تحصل ظاهره الايرورا على شق القطب. فهو يقال انه شافوها في المغرب والجزائر، فده لكن كانت الانفجار الشمسي قوي، فده بتبقى نادره انها تحصل كده في خطوط العرض المتوسطه. طيب حضرتك يا دكتور قلت دلوقتي من شويه ان ممكن طياره تكون في الجو بس ما يتمش رصدها، هل بالفعل هتتاثر حركه الملاحه الجويه بالعاصفه الشمسيه دي في اي دوله في العالم؟ يعني حضرتك تقول في مصر هل بالفعل هتتاثر او دول اخرى؟ لا مصر لا، ممكن الكلام ده يحصل في الدول اللي لها خط عرض عالي. كندا الحاجات دي. بالنسبه للطيران بيبقى نادرا يعني. نقول احتماليه. لكن اكثر حاجه بتتاثر خطوط الكهرباء. العادي انا بتكلم كمان عن حركه الملاحه العالميه، الملاحه الجويه العالميه، هل هتتاثر؟ لان طبعا ده يعني خطوط طيران. ما هو لحضرتك دي يعني تأثيرها بيبقى ضعيف ضعيف، لكن هو الأكثر اللي هو الكهرباء الضغط العالي وتظهر ظاهرة الأيرورا ده اللي هو شفق قطبي في الأماكن اللي لها خط عرض عالي زي كندا والسويد. طب إزاي نقدر نتفادى التأثيرات هذه العواصف الشمسية؟ لا ملهاش لانه التنبؤ بيها او زي ما حضرتك قلت في التقرير انه امتى هتحدث صعب. هو نتنبا انه هي الدوره 25 مثلا ممكن دوره قويه او ضعيفه او متوسطه، لكن نتنبا انفجار الشمس هيطلع امتى ويوصل الارض امتى لا نتنبا به، لكن بيرصدوه بيرصد وبعد كده نتوقع انه خلال دقائق او ساعات وفي منها يعني حسب انواع الصحب الانفجار الشمسي، في منها بيوصل بعد دقائق، بيوصل بعد ساعه ساعتين، بيوصل بعد خلال يومين ثلاثه. لما بيحصل انفجار ونعرف ممكن انه لكن تجنبه صعب. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد غريب استاذ بحوث الشمس، أشكرك شكرا جزيلا.